بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. نتابع مع بعض بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس سلسلة ماذا قال آباء الكنيسة عن أناجيل الصوم الكبير أسبوع الآلام والخمسين المقدسة. والنهاردة إحنا في الأسبوع الثاني من الخمسين المقدسة، والكنيسة قرت لنا الإنجيل من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 6 من عدد 35 لعدد 45. بيقول فيه ربنا يسوع المسيح: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. في عدد 51 قديس كيرلس عمود الدين في تأملاته عن هذه الكلمات بيستعجب، بيقول: بأي وسيلة يمكن للإنسان الذي على الأرض وقد التحف بالمائت أن يعود إلى عدم الفساد؟ ده سؤال بيضعه القديس كيرلس وبيجيب عليه ويقول: أجيب إن هذا الجسد المائد يجب أن يشترك في قوة واهب الحياة النازلة من الله. وبعدين يشرح ما هي قوة الحياة النازلة من الله، بيقول: وأما قوة الحياة التي لله الآب فهي الابن الوحيد الكلمة الذي أرسله إلينا مخلصا وفاديا. وبعدين يسأل سؤال ويجاوب عليه: وكيف أرسله إلينا؟ يخبرنا القديس يوحنا بوضوح ويقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، في يوحنا 1 عدد 14. وبيشرح إزاي إن إحنا لما صرنا أموات بالخطية أصبحنا أحياء في المسيح بالاتحاد دي. يقول: عندما نأكل جسد المسيح المقدس ونشرب دمه الكريم ننال الحياة فينا، إذ نكون كما لو أننا واحدا معه، نسكن فيه وهو يملك أيضا فينا. ويقول للناس اللي بيشكوا إن هو جسد ودم الرب: لا تشك، فإن هذا حق مدام يقول بنفسه بوضوح في نفس الإنجيل: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكلني يحيا بي. تبردو بتاع إنجيل هذا الصباح يوحنا 6 من عدد 53 لعدد 55. ويكمل القديس كيرلس يقول: لذلك يجب أن نتقبل كلمة الله بإيمان، إذ هو الحق الذي لا يقدر أن يكذب. في موضع آخر القديس كيرلس عمود الدين بطل الأرثوذكسية يتكلم ويحث المؤمنين على الحاجة إلى الاشتراك المنتظم في سر الإفخارستية. الظاهر برضو من جيل إلى جيل بنلاقي في الكنيسة نفس النوعية بتاعت بعض الناس اللي هم بيتناولوا في المناسبات. ومرة القديس يوحنا فما ذهب ذكر أن يقول لك الناس اللي بتتناول يوم خميس العهد يوم سبت النور، وكأنه قاعد معانا في كليفلاند أو في أي كنيسة في الكنيسة الإبتية في المغرب أو في مصر. في ناس فعلا ما بتتناولش إلا اليومين دول. يقول القديس كيرلس في موضوع الانتظام في سر الإفخارستية إن اكتساب الحياة الروحية من خلال الإفخارستية يتطلب اشتراكاً منتظماً في السر. فالمؤمن يحتفظ بحياته الروحية وينمو في الروح طالما استمر ارتباطه واتحاده بالمسيح، ليس روحياً فقط ولكن أيضاً من خلال ممارسته العملية المنتظمة للأكل من جسد المسيح والشرب من دمه. أما الاشتراك غير المنتظم في الإفخارستية فقد يحرم المؤمن من الحياة الأبدية،
إن هؤلاء الذين لا يأخذون المسيح من خلال الإفخارستية يظلون محرومين بصورة مطلقة من أي اشتراك أو تزوق للحياة المقدسة السعيدة. زي ما القديس أثناسيوس الرسولي كتب كتاب حلو جداً عن تجسد الكلمة، قديس كيرلس أيضاً كتب كتاب سماه شرح تجسد الإبن الوحيد، بيقول فيه وبيشير إلى عبارة أشعيا النبي لما بيقول في أشعيا 6 عدد 6 و7: وجاء إلي أحد السارفين وفي يده جمرة منتقدة، أخذها من على المذبح بملقط وقال لي: هذه ستلمس شفتيك لتنزع اسمك وتطهرك من خطاياك. ياخد الكوتيشن ده من العهد القديم ويقول القديس كيرلس في كتاب شرح تجسد الابن الوحيد: نحن نقول أن الجمرة المتقدة هي مثال وصورة للكلمة المتجسد، لأنه عندما يلمس شفاهنا أي عندما نعترف بالإيمان به فأنه ينقينا من كل خطية ويحررنا من اللوم القديم الذي ضدنا. في واحد قديس مش مشهور عندنا في الكنيسة إنما له أقوال رائعة اسمه الأب ميلاتو من ساردس، بيقول: يتحقق سر الفسح في جسد الرب، فقد قتيد كحمل وذبح كشاه، مخلصا إيانا من عبودية العالم وحررنا من عبودية الشيطان كما في فرعون، خاتما نفوسنا بروحه وأعضائنا الجسدية بدمه. إذاك الواحد الذي خلصنا من العبودية إلى الحرية، ومن الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحياة، ومن الطغيان إلى الملكوت الأبدي. أنه ذاك الذي هو فسحنا، هو الحمل الصامت الذي أخذ من القطيع وأقتيد للذبح في المساء ودفن بالليل. من أجل هذا كان عيد الفطير مراً، كما يقول كتابكم المقدس بكلم على العهد القديم: تأكلوا فطيراً بأعشاب مرة، مرة لكم هي المسامير التي استخدمت، مر هو اللسان الذي جدف، مرة هي الشهادة الباطلة التي نطقتم بها ضده. قديس إكليمندس الإسكندري له عبارة، وده يعني من أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، وأشعر أن القديس إكليمندس كان يشعر بالروح أيضاً بحال كنيستنا في كليفلاند وفي كل الكنائس القبطية عن الدوشة والإنزعاجات اللي بتحصل جوه الكنيسة. يقول في موضوع الاستعداد للتناول: لا يكون بالاستعدادات الخارجية فحسب، إنما بتهيئة النفس داخلياً خلال ممارسة حياة الحب والطهارة الجسدية والقلبية. الظاهر الناس في الكنيسة الأولى كان سلوكهم جوه الكنيسة روحاني جداً وعالي جداً، ويختلف في بعض الأحيان عن سلوكهم بره. فيقول إيه عشان نستعد كويس للمناولة؟ أن يكون سلوكنا في حياتنا اليومية مطابقاً لسلوكنا داخل الكنيسة. يعني الناس اللي بتعمل دوشة لو سلوكهم جوه الكنيسة يعملوا دوشة ويتكلموا، يطلعوا بره يعملوا كده، العالم ينزعج منه، الناس بتوع أهل العالم ينزعجوا منه. يعني لو واحد واقف في طابور سيما وقعد يتكلم ويزعج الناس اللي حواليه، يقول له: هو انت في الكنيسه القبطيه؟ ايه الموضوع ده؟ ايه الدوشه دي؟ ما تقعد ساكت يا اخي. اصبحت سمه غريبه. هنا بقى القديس كليمندس بيقول: لا، خلي سلوكنا بره زي سلوكنا جوه. اصل هو شايف سلوك الناس جوه ازاي؟ ان يكون سلوكنا في حياتنا اليوميه مطابقا لسلوكنا داخل الكنيسه. ما هي الكنيسه؟ هي ملكوت السماوات على الارض. ثم يقول: يليق بالنساء والرجال أن يذهبوا إلى الكنيسة في هدوء ونظام وسكون، وتكون فيهم محبة صادقة، ويكونون أطهاراً بالجسد وبالقلب مؤهلين للصلاة أمام الله. أباء الرسل في الدسكولية بيقولوا، الدسكولية اللي هي قوانين الكنيسة: أما يوم الرب
وبين قوسين حاطين يوم الاحد زي ما قلنا الاسبوع اللي فات، اليوم الثامن هو اليوم الاول، يبقى هو يوم الحد اللي كانت الكنيسه بتجتمع فيه عشان خاطر القيامه وما زالت. واما يوم الرب يوم الاحد فهو للرب وحده، اجتمعوا فيه لتكسروا الخبز وتصلوا الافخارستيه. بعدما تعترفون بخطاياكم تكون ذبيحتكم طاهره، وليكفوا عن الاجتماع معكم كل من كان على خلاف مع اخيه حتى يتصالحا، لكي لا تتدنس ذبيحتكم، لان هذه الذبيحه هي التي قال عنها الرب في سفر ملاخي: لان من مشرق الشمس الى مغاربها اسمي عظيم بين الامم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخورا تقدمها طاهره، لان اسمي عظيم بين الامم قال رب الجنود. وعلى فكره النبوه دي كانت بتتكلم على العهد المسيحي وبتتكلم على القداس المسيحي وليس على الشريعه اليهوديه، لانها كانت نبوه من ملاخي، وده من اخر سفر، وبيتكلم فيه اسمي في جميع الامم، لان اسمي عظيم بين جميع الامم قال رب الجنود. فما كانش بيتكلم على الامه الاسرائيليه، ده بيتكلم على انتشار المذبح المسيحي وعلى وجود المذبح وعلى وجود البخور وعلى وجود الذبيحه الطاهره. زي ما مثلا اشعياء يقول: اكون مذبح للرب في ارض مصر، مش ممكن يكون بيقصد بها المذبح اليهودي، لان المذبح اليهودي لازم يبقى في اورشليم في الحته دي بالذات، ولغايه دلوقتي بيعتقدوا كده. فمذبح للرب في وسط ارض مصر بيقصد بها المذبح المسيحي، وبيقصد بها الذبيحه، وبيقصد بها الاتحاد بالمسيح. في العباره بتاعت الدسكوليه نلاحظ اربع ملحوظات: ارتباط الافخارستيه بيوم الرب، نمره 2 ارتباط الافخارستيه بالاعتراف بالخطيه، توبه واعتراف وبعدين تناول، وبعدين ارتباط الافخارستيه بالاجتماع العام في الكنيسه، وبعدين ارتباط الافخارستيه بالمصالحه. يقول كده: وليكفوا عن الاجتماع معكم كل من كان على خلاف مع اخيه حتى تصالح معا. وده تطبيقا لكلام المسيح: ان قدمت قربانك الى المذبح وتذكرت ان لاخيك شيء عليك، اذهب اولا وصافح اخوك ثم تعال وقدم قربانك، الله يريد رحمه لا ذبيحه. نيجي بقى لفم الذهب، قديس يوحنا فم الذهب وسر الافخارستيه. احد الاباء قال: استحق القديس يوحنا فم الذهب ان يدعى بحق معلم الافخارستيه، ليس لانه اقصر الحديث عن هذا السر العظيم وشهد بأمانة وفي وضوح عن تحول القرابين وحضور الرب حقيقيا ككاهن السر الخفي والذبيحة المحية في نفس الوقت. المسيح هو زي ما قلنا مرة في موضوع الكهنوت، هو رئيس الكهنة الأعظم وهو الذبيحة اللي بيقدم ذاته من أجلنا، زي ما بقول في يوم خميس العهد: هذا الذي أصعد ذاته على الصليب من أجلنا. شوف العبارة اللي جاية بعد كده، يقول: لكنه ايضا، يعني هو طبعا اتكلم عن حقيقه السر وعن موضوع ان هو جسد ودم الرب كل حاجه، لكن الذي يميز القديس يوحنا فم الذهب في عظاته يقول ايه: لكنه ايضا عرف كيف يسحب قلب المؤمنين الى مذبح الله ويدخل بهم الى المقدسات الالهيه ويرتفع بهم الى السماء ليدركوا سماويه السفر الذي تخدمه الطغمات السمائية في شركة الأرضين تحت قيادة الرب نفسه. هو ده العجب في القديس يوحنا فم الذهب، لأن قدر أنه هو يشد قلوب الناس ويشرح لهم عظمة السر، فخلى قلبهم بيسبح في السماويات. وممكن أن أنا بنعمة ربنا أقول لكم أربع خمس عبارات قالها القديس يوحنا فم الذهب، من أروع ما قال عن سر الإفخارستية، سر الاتحاد بالمسيح، ومن أروع ما كتب عن هذا الموضوع. يقول إيه؟ جعلنا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، ودي آية واخدها من أفسس 5:3، ليس خلال الحب وحده وإنما بالفعل ذاته. هذا يتحقق بالطعام المجاني الذي قدمه لنا مريدا أن يعلن حبه لنا. من أجل حبه مزج نفسه بنا، اتحد بنا، الكلمة صار جسدا. شوف التعبير اللي بعد كده: عجن جسده بجسدنا، عجن جسده بجسدنا لكي نصير معه واحدا
نصير جسدا واحدا متحدا بالرأس الذي هو المسيح. كلمة عجن جسده بجسدنا دي مهمة قوي، لأن بولس الرسول بيقول إذ قد تشابه الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. اللي خلى القديس أثناسيوس يقول في تسبيحه الرائعة والكنيسة حطتها في التسبيحة بتاعت نصف الليل، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. أخذ الذي لنا يعني عجن جسده بجسدنا، اتحد بجسدنا ما عدا الخطية، وأعطانا نحن أيضا أن نتحد بجسده وبدمه. ليه تأمل على صنع الأربانة، الخبزة اللي بتصير جسد المسيح. يقول إذا كان الخبز يحوي حبوبا كثيرة صارت متحدة معا، فلا تظهر الحبوب بعد، هي موجودة فعلا لكن لا تظهر اختلافها بسبب اتحادها معا. يعني الواحد الأول يشوف حبة القمحة صحيحة كل واحدة مميزة عن التانية، بعدين لما تطحن وتبقى دقيق ويقول له أنت جزت المعصرة وحدك، زي العنب لما بيطحن وبيبقى الأبركة اللي بتبقى دم المسيح، وزي ما القمح بيبقى بين حجري الرحى ويبتدي أنه هو القمحية الصحيحة دي تطحن تنسحق وتتحول إلى دقيق، وبعدين يخش الذرات الدقيق مع بعض، ومع هذا لسه برضه الواحد يقدر يشوف كل ذرة دقيق لوحديها. وبعد شوية بقى نيجي في حكاية يقولك يتعجن، عجن جسده بجسدنا، لما يحصل عملية العجن دي تدوب بقى كل الحبات بتاعت الدقيق وتصير عجينة واحدة. يقولك فلا تظهر الحبوب بعد، هي موجودة فعلا ولكن لا تظهر اختلافها بسبب اتحادها معا. هكذا ارتباطنا مع بعضنا البعض، لأن جسده واحدا يغذي به الكل، إنه شركة في جسد الرب، شركة مع المسيح نفسه. عشان كده المفروض إن إحنا نبقى واحد في المسيح. مرة ربنا يسوع المسيح في حديث الوداعي كان بيكلم مع الآب السماوي ويقول له أيها الآب السماوي أريد أن الجميع أن يكونوا واحد في كما أنا وأنت أيها الآب واحد. كيف يصير المؤمن واحد بالمسيح؟ وكيف يصير الكل واحد في المسيح؟ حينما يتحد الكل بجسد ودم الرب الأقدسين. فأنا بتحد بالمسيح فبصير واحد معه، وهو وهي بيتحدوا المسيح ويصير واحد معه، وبعدين كلنا نصير واحد في المسيح. يتكلم على أن الليتورجية دي القداس شركة بين السمائين وبين الأرضيين. ده احنا بنقول فلنسبح مع الملائكة قائلين، وبنقول أن الكنيسة هي بيت الملائكة والقدسين. يقول أن الملائكة موجودين في القداس يتضرعون إلى الرب من أجل جنس البشر، وكأنهم يرددون قائلين، متخيل الملائكة بتصلي عشان تقول إيه؟ نصلي إليك من أجل الذين حسبتهم أهلا لحبك فوهبتهم حياتك، نسكب إليك تضرعاتنا عنهم كما سكبت دمك من أجلهم، نطلب إليك من أجل هؤلاء الذين بذلت جسدك هذا من أجلهم. الملائكة فرحانين أن ربنا أعطانا أن احنا نتحد بجسد ودم الأقدسين، وعشان هم ملائكة ما عندهمش حكاية الحقد والحسد، ما قالوش اشمعنا ربنا يدي البشر الاتحاد بيه واحنا لا. عن ربنا احنا ادانا حاجات كتيرة جدا، كفاية اللي احنا عايشين معاه في السماء في شركة التسبيح، وكفاية اللي احنا بنخدمه. أليس جميعهم أرواح مرسلة لخدمة العتدين أن يرثوا الخلاص؟ يقف الملائكة حوالين المذبح وعنده ستة أجنحة زي الملائكة اللي موجودة عندنا هنا، ويقول الشماس في التسبيحة بتاعته في المرض بجناحين يغطون وجوههم وبإسنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالإسنين الآخرين من أجل بهاء مجد وعظمة السر الأقدس. ويدخل الإنسان الذي مات المسيح من أجله ليس فقط لكي ينظر الأسرار ولكن لكي يتحد بيها. فالملائكة بيقولوا يا ترى الناس دي فاهمة تعمل إيه؟ دول محتاجين لصلاة، ويقولوا له يا رب نصلي إليك من أجل الذين حسبتهم أهلا لحبك فوهبتهم حياتك، نسكب إليك تضرعاتنا عنهم كما سكبت دمك من أجلهم، نطلب إليك من أجل هؤلاء الذين بذلت جسدك هذا من أجلهم. ويتكلم على موضوع الطقوس في القداس، يقول إن كانت طقوسنا تتم على الأرض لكنها متأهبة للسماويات،
إذ يكون ربنا يسوع المسيح نفسه الذبيح مضطجعاً والروح مرافقاً لنا والجالس عن يمين الآب حاضراً هنا. وبعدين اللي قال لحد يعني يستغرب أن التعبير ده فعلاً المسيح في وسطنا، عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، جسد ودم عمانوئيل إلهنا على المذبح. يسأل بقى، بيسأل الناس اللي بره، ماذا؟ إيه اللي بتقوله ده يا يوحنا في المذبح؟ إزاي تقول كده المسيح حاضر في وسطيكم؟ فيجاوب بقى ويقول إيه؟ ألست ذبيحتنا سماوية بل تقدمة روحية؟ فالذبيحة لا تتحول إلى تراب ورماد، بل هي بهية وسامية، والكنيسة سماوية بحضور المسيح فيها، بل هي السماء. آخر عبارة النهاردة للقديس يوحنا في المذهب يقول: وحتى الآن أيضا المسيح الملاصق لنا الذي أعد المائدة هو بنفسه يقدسها، فأنه ليس إنسان يحول القرابين إلى جسد المسيح ودمه، بل المسيح نفسه الذي سلب عنا ينطق الكاهن بالكلمات، ولكن التقديس يتم بقوة الله ونعمته. عشان كده زي ما قلنا مرات قبل كده، أبونا الكاهن يمسك القربان على ايديه ويقول: وبارك وشكر وأعطى. ونقول له في القداس الغروري: الذي بارك في ذلك الزمان يبارك الآن أيضا. فالمسيح الذي بارك يوم خميس العهد والذي قدم جسده يوم الجمعة العظيمة على الصليب هو الذي يبارك، هو الذبيحة وهو المذبح وهو رئيس الكهنة الأعظم. قديس كيرلس الأورشليمي يرد على الناس اللي بيشكوا أن ده جسد ودب الرب، زي ما بعض الناس لغاية النهاردة لسه بيقولوا ده، لا ده يبقى خبز وخمر عادي. يقول إيه؟ لكونه هو نفسه تكلم وقال: الخبز هذا جسدي، فمن يكسر بعد ذلك أن يرتاب. ولكونه هو نفسه يثبت ويقول: هذا هو دمي، فمن يتوهم أو يقول أنه ليس دمه؟ لأن الذي حول وقتاً ما الماء إلى خمر في قانا الجليل بإشارته، حتى المسيح ما شاورش، بيقول لهم إيه؟ املأوا الأجران ماء، وبعدين قال لهم استقوا الآن. هي بإرادته، ربما الترجمة تكون غلط، بإرادته، يعني المسيح لما أراد أن يتحول الماء إلى الخمر تحول الماء إلى الخمر. فحينما يقول إن الخمر يبقى دمي، من حقه ويستطيع ويقدر. يقول: أفليس مصدقا إذ قال أن هذا هو دمي؟ قد دعي إلى عرس جسدي فصنع فيه هذه الأعجوبة، فكيف لا نعترف له بالأحرى بأنه منح بني العرس التمتع بجسده ودمه؟ فنتناولهما إذن باليقين التام أنهما جسد المسيح ودمه، لأنه برسم الخبز يعطى لك الجسد، وبرسم الخمر يعطى لك الدم، لكي تتناول من جسد المسيح ودمه وتصير متحدا معه. لأننا بهذه الحالة نصير لابسي المسيح، أي بامتزاج جسده ودمه في أعضائنا، وبهذه الواسطة نصير مشاركي الطبيعة الإلهية. وأخذ الكوتيشن بتاع معلمنا بطرس، اللي الواحد لما يقرأ في الكتاب المقدس ما يقدرش يفهم يعني كلمة شركاء الطبيعة الإلهية إلا لو كان بيؤمن بالاتحاد بالمسيح والجسد والدم. يقول إيه معلمنا بطرس في الرسالة الثانية إصحاح 1:3-4: كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. كيف نشترك في الطبيعة الإلهية؟ لا لكي نصير آلهة حاشة، ولكن لكي نتحد بجسد ودم الرب الأقدسين. قديس يوستينيوس الشهيد بيقول: لأننا لا نتناولهما بمثابة خبز عادي،
ولكن كما أن كلمة الله لما تجسد يسوع المسيح مخلصنا قد اتخذ لأجل خلاصنا لحما ودما، هكذا تعلمنا أن الغذاء الذي شكر عليه بدعاء كلامه وبه يغتزي لحمنا ودمنا بحسب الاستحالة هو لحم ودم ذلك المتجسد. قديس ماري أفرام السوريان يقول أن الجسد الإلهي يتحد بجسدنا على وجه لا ينطق به، ودمه الطاهر يصب في شراييننا وهو كله بصلاحه الأقصى يدخل فينا. وبيقول القديس أغناطيوس الشهيد إن جسد الرب يسوع واحد هو، ودمه المهرك عنا واحد، خبز واحد كسر، وكأس واحدة وزعت للجميع، ومذبح واحد لكل كنيسة. في عبارة القديس كبريانس يقول إننا نحسهم ونحرضهم على الجهاد ولا نتركهم بلا سلاح، ويتكلم على السلاح، بل نحصنهم بالسلاح الكامل الذي هو جسد ودم المسيح. لأننا كيف نعلم الجميع أن يعترفوا باسمه وأن يهرقوا دمهم إن كنا لا نمنح دم المسيح للمجاهدين عنه؟ ولك عشان واحد يقدر يوصل مرحلة الاستشهاد ويروح يسفك دمه من أجل المسيح لابد يكون متحد بجسد ودم المسيح الأقدسين، هيعطوه له قوة. لبولف الأذاس يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منهم. قديس جيروم مرة لما كبر أبي وعجز وبعدين ما بقاش قادر يروح الكنيسة عشان يعمل قداس، فطبعا بقى يجيبوا له المناولة في المكان اللي هو موجود فيه في السكن بتاعه وقت نياحته أو قرب نياحته زي ما بنعمل إحنا مع الناس العيانين. فلما يخش كده الكاهن أو الأسقف معاه الجسد والدم يرتبك القديس جيروم ويصلي يقول ما هذا الاتضاع يا سيدي؟ مش بيقول لي لابونا العافية ابونا اللي انت جيت لي، موضوع مش موضوع ابونا، ده المسيح اللي حاضر. ما هذا الاتضاع يا سيدي الذي تريد به أن تأتي إلي أنا الخاطي وترتضي؟ لا أن تواكله فقط بل أن تؤكل منه أيضا. أقصى حاجة وصل لها زكا لما اشتهى أنه يرى المسيح، المسيح قال له انزل يا زكا لأنه ينبغي اليوم أن أكون في بيتك، وقال لك دخل وتعشى معه وصنع معه وليمة. فالمسيح شرب زكا حينما أكل معاه، توكله يعني إيه؟ يعني قاعد يأكلوا مع بعض. هنا بقى في الاتحاب المسيح حاجة تانية، واحد يقول لك يا ريت أنا كنت مع زكا أكون في البيت أشوف ده احنا عندنا أعظم من هذا. ملكة التيمن أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكوة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا. زكا اشتهى أن يرى ودخل المسيح لبيته، هو ذا أعظم من هذا الموقف ها هنا. يقول له أنت يا سيدي ترتضي أن تأتي إلى الخاطي لا أن تواكله فقط بل أن تؤكل منه أيضا؟ يعني أنت بتسمح اللي إحنا ناكلك إحنا يا رب. عايز أختم بالصلوات اللي بنقولها قبل وبعد المناولة اللي وزعناها مرات كتيرة على الناس، وفي ناس فعلا محتفظة بيها وبيقولوها. وعش كده بقول عايز هدوء، عايز هدوء. لما الواحد يبقى في طابور المناولة عايز هدوء يصلي الصلاة قبل الاستعداد. لو أنا مش مستعد ما تناولش، ولو عايز أتكلم وضيع وقتي واللي حواليا بتعب الآخرين. في ناس فعلا ما بقتش تتناول يوم الحد عشان الدوشة اللي موجودة في الطابور، دي خطية، خطية مميتة. إن الواحد طبعا الإنسان ده برضو يقول له الكتاب أنت بلا عذر، وإن كانوا بيعوضوا نفسهم بيتناولوا في قداسات أخرى، ولكن ليه الواحد يعصر آخرين؟ الموضوع مش الناس لسه مش عارفة حجم الموضوع ليه. شوف الصلوة اللي تحتاج لهدوء. أنا ممكن أقول لكم كل واحد يقراها، ولكن أنا عايز كلنا نسمعها مع بعض وبهدوء عشان نعرف لما واحد يبقى معاه الورقة في إيديه وعايز يصليها عايز هدوء كامل، عايز يشعر أنه في السماء عشان يستعد قبل وبعد المناولة. في قبل المناولة بنقول يا رب إني غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي لأني إنسان خاطئ، فقل كلمة أولا لتبرأ نفسي.
كل نفسي مغفورة لك خطاياك، إني مكفر وخالي من كل صلاح، وليس لي سوى تحننك ورأفتك ومحبتك للبشر. لقد تنازلت من سماء مجدك غير المدرك إلى ذلنا، وارتضيت أن تولد في مزود البقر، فلا ترفض يا مخلص القدوس أن تقبل إليك نفسي الذليلة الحقيرة التي تنتظر حضورك البهي. إنك لم تستنكف من دخول بيت الأبرص لتشفيه، فاسمح يا إلهي بالدخول إلى نفسي لتطهرها. لم تمنع الخاطئة من تقبيل قدميك، فلا تحرمني الدنو منك لتناول جسدك الظاهر ودمك الأقدس، بل فليسر تناولني للاشتراك معك لإبادة كل ما هو دنس، ولإماتة أهواء الردية، وللعمل بوصاياك المحية، ولشفاء نفسي وجسدي من كل خطية، ولقبول مواهبك، ولسكن نعمتك، ولحلول روحك، وللاتحاد بك والثبات فيك لأجلنا لمجد اسمك القدوس. أمين. وبعد ما الواحد يتحد كده بجسد ودم الرب الأقدسين، يقول في بعض المناولة: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا من قبل صلاحك. ونردد عبارة العذراء مريم: فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد اقتبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك والاتكاء في وليمتك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، وليثمر لي أثمار البر والتقوى، لأن به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي ويضطرب سعير حبي. فليسر تناولي الآن علامة للخلاص، ولباسا للنعمة، وخاتما للعفاف، وحلة للميلاد الجديد، وصيانة للحياة الروحية، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا، وعربونا للسعادة، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين يديك الحنون، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت إرادتك. أسدى إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركهما وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وأيقظ ضميري، ونبه نفسي وشجعها، شتت جميع خيالات العدو، ومر الرياح أن تهدأ، وكل الزوابع أن تسكت، فيصير الهدوء العظيم. سر معي وهدي روعي، اروي عطشي، وإضرم لهيب محبتك في قلبي، تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد نال، ورافقني إلى أن يظهر النهار وتنهزم الظلال، فأنت وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك ربي إلى الأبد، والمجد لله دائما أبدين.